أنا الآن في بداية الطواف استكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم محمد جليل أبو واصف رحمه الله واسكنه فسيح جناتك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكل منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان محسنا فبكي حسناتك من كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءتك. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحه وابواب رحمتك وابواب جنتك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هذا عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها يحبه واحباؤه فيها الى جنه القبر وما هو لكن وما انه كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. اللهم يمن كتابه وهول حسابه ولين ثوابه ولين حسن جوابه وطيب ثراه واكرم مثواه واجعل الجنه مستقرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اذل له تحتضر لعرشك وما لا ذل الا ذلك ولا باقي ولا باقي الا وجهك. اللهم اكتب اسمه على ابواب الجنه الثمانيه. اللهم ابدل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته. اللهم ادخله الجنة بلا حساب ولا عذاب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله رحمة وعافية. اللهم اغفر له ما تحصل. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اغفر له من ضيق الحوج والقبور ومن ضعف الدور إلى جناتك وجناتك وجناتك في سدر مخضوب الحبيب والرب المعدود أمان المسكور وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ومش مرفوعة. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. فرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.